نزار ملي كتهضر معاه كيقول لك ايطاليا. اش من ايطاليا؟ هذه ايطاليا جزارت لك، جابت لك المشاكل، جبتي لوالديك، جبتي لخوتك، جبتي المعيور لوالديك، جبتي المعيور لخوتك بزاف. اش درتي؟ عقلوا عليها. مروان خويا تحياتي، الله يكبر لك. عقلوا عليها اخوتي، كنقسم لكم بالله العلي العظيم، نزار اخيرته غير الحداثات والمشاكل، وانا ما غاديش نعقل عليها، والله ما غادي نعقل عليها خوتي. علاش؟ لان واحد الانسان وقفنا معاه ما مره ما جوج وما بغاش يجمع راسو، نو غير سرقة قبل حياتك يشوف راسك اش غادي دير. انا مروان راه عيينا، عرفتي شنو؟ من المدينه لمدينه، سير لهذا، سير عند هذا، سير عند المحامي، سير عند فلان بالفلان. تخيلوا معايا اخوتي، ولينا انا بحال السكولي، دايرين بحال هكا بحال السكولي. ما غاديش نقول لكم ما صبرنا ما ناكلوا، لا كانت الماكله، وانما ما بقاتش عندنا هذيك الشهيه باش ندخلوها، ديك الشهيه باش ناكل ما بقاتش عندنا بسبب المشاكل. تخيلوا معايا اخوتي، النهار كله ما كناكلش، علاش؟ ما بقاتش عندي الشهيه، جري من هنا جري من هنا، صغير ما كاينش النعاس. في الاخر خوك يخرج من الحبس ويشوه بك، لا 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 لا. وانا كنتمنى ما نكذبش عليكم، كنتمنى يوقع لي شي مشكل، وكنتمنى حتى شي واحد يعاونو باش المره الجايه غادي يخرج من دريسي. شنو هو السبب اللي كيخليه يدير هاد الشيوه وما بغاش يجمع راسو؟ انا غادي نعطيكم شنو هو السبب. السبب هو كل سيمانه داخل صالير، داخل 400 درهم 500 درهم من طبيعه الحال. هناك ناس، هناك اشخاص يجوا من طرف مروان، مروان هو دار اللي عليه وانا درت اللي عليا وبزاف. وكنا كنمشيو نحضروا الزيارات، كنا كنستقبلوا المكالمات ديالو. انا كنفكر مع راسي بحال ما دارش الحبس، سبع شهور داز دغيا، وانما كل ما كناش كنحضروا الزيارات ديالو، وكل ما كناش كنحضروا الجلسات ديالو، وكل ما كناش كنستقبلوا المكالمات، وكل ما كناش كنصيفطوا ليه الفلوس، قسما بالله برب الكعبه حتى غادي يخرج من دريسي، غادي يخرج واحد الانسان منضبط. وانما انا غادي نقول لكم انا هو السبب. علاش؟ اللي كنت كنديبلاصا عليه من مدينه مدينه، مروان هو السبب اللي كان كيديبلاصا عليه من مدينه مدينه. يعني حنا ما كانش لينا نديبلاصا، كتخدم فينا ديك العاطفه ديالو. بالو لا خويا خاصنا شي فوتو، الحمل خناس كيهزو غير مالي. وانما لا، في هذا الوقت واحد اخ عندكم في الدار ما كيسمعش الهضره، وقفتي معاه المره الاولى، المره الثانيه ما بغاش يدير عقله، المره الثالثه يطرى لي مشكل، غير سمح فيه معك ما دير به. صاحبتك كطبك النفس عليها، ما بالك واحد الانسان تكون مرتك؟ ترى انت شوف هذاك ما ميتين، واحد الانسان ما تجيني وما نجيها ونشوف واحد كيشوف فيه واحد الشوفات ميتي تليف، قسما بالله كنقولوا بان الوالده عاجبها الحال. غنعاود نذكركم، نزار كندير واحد اللايف، الوالده كما كتشوفوا واحد النهار اتصلت بي قالت لي واش كتكمي؟ كيحلف فيها بالله كيقول والله ما كنكمي، هو كان كيكمي. هاد الهضره عاودوها لي ناس ما غاديش يكذبوا عليا، وكان كيسمع الهضره ديالها في اللايف. انا بقى في الحال كذب عليا ما تكذبش عليا، ماشي صبرك بينك وبين الله، وانما باش تسنك. انا مروان انت عارفني كنتعصب بزاف، وكنت منك انا نقول لي شوف بلا ما تطلق على يدك دياسك ديال المعنى خويا هذاك. ترى انا كون في بلاصتك كتقول شي حتى تشوفها، شكون اللي غادي يقبل عليهم؟ راه نزار اللي عطاه واحد القيمه، هو اللي حسسها بان الناس باقي كيبغوها. كون ما كانش نزار حتى شي واحد ما غادي يتسوق ليها. علاش عرفوا اللي كاين؟ راه نزار اللي عطاه واحد الطاقه ايجابيه باش الناس، ماشي باش الناس راه حتى الناس حتى هما راه كيبغوها وباغيين يتزوجوا بها، راه حتى شي واحد ما غادي يتسوق لوجهها. ديما كيطرك بحال هاد البلانات، كتمشي معاه كيلصق فيك انت كلشي، كيقولوا حق نزار غير هبيل. لا راه نزار هو اللي كيخلينا نطيحوا في واحد الاحراج قدام الناس. انا سافرت معاه اخر مره اللي هي كيفاش انا غادي نزيد بليا دير عليها كروه. بعضيات غادي نقول لكم انتم علاش، لان الحب فيه الاحترام، فيه تبادل الاحترام المشاعر، تبادل الاهتمام بزاف. نزار هويا اش كنشوفوا؟ السبان من السنطل تحت المعيور. واش هذا زواج؟ واش هذا زواج اخوتي؟ بالله عليكم انا غادي نقول لكم بصراحه، هذاك الزواج ديال المصلحه هي طوان. دابا ايماجيني هي راكبه قدام وانتم راكبين اللور بحال هكا، راه ناقصه صاحبي. خصوصا غادي تلقوا لايف، انت فكرت شوف، انت مروان انت بيضاوي يعني فكرتي بعشر نزار اكثر من مروان. نزار ما كيسمعش الهضره، نزار ما كيسمعش الهضره باش تعرفوا اللي كاين. زعما مروان غادي يشد الصحه غادي يقول لي يلاه معايا للدار، قسما بالله ما غادي تسوق لي، يقدر يدا بزوا مروان.
وما غاديش يتسوق لي خاص ضروري يتبيضك بلي زعما عزيز عليه يتبيضك صح يعني يقدر يدخل فيك طلوع يعني يقدر انا ندبز انا وياه ندبز مع مروان باش هو يتبيضك صح يعني راه الواقع هو هذا ما تسمعش ليا الهضره يعني نزار ما كسمعش هضره خوتي علاش تعرف واحد يشوف شوف خويا سيمو يعني ديك الهضره كنت في بلاصه كامروان غادي ندخل في عصام طلعه ملي غادي يدخل مروان في عصام طلعه غادي تشد الحبس نزار ما غاديش يعقل عليه ومروان تبع مسؤوليه والدين وبزاف 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 يعني بلا ما نضحكوا على راسها الا حقك كنت بلاصه غادي ندخل في طلعه راه ملي غادي تدخل في طلعه انت اخرتك حبس ونزار ما غاديش يعقل عليك غادي يضحك عليك مروان انا شوف انا قلت شوف الله في ديك النهار قلت لهم خوتي كاع اللي تخاصمت معاه عن طريق يعني كاع اللي تخاصمت معاه عن طريق نزار انا كنطلب منه الاعتذار علاش يعني فري لا حبك اختي انت علاش لان نزار جاب المايور لوالدي وبحال مثال البارح كيبقاو يعيروا لي في الوالدي لا انا مقدر هذول كيقولوا الله يعلي ربك حيت ما عارفينش الوالده ما عارفينش الوالده في الوالده وانما ناس اللي عاشرونا بحال غيتا بحال بحال ناس تلاقوا معنا جاتنا الدار عارفين الوالده وعارفين القاضي عيد ميلاد عيد ميلادك اختي غيتا اليوم واش اليوم واقيلا والله ما نكذب عليكم اخوتي شوف مروان شوف انا كاين شي حوايج في الخبايا وغادي غادي غادي نذوقكم غير شويه وغادي تعرفوا غير شويه الطريق راه ما كايناش اخوتي باش تعرفوا اللي كاين ايطاليا راه ما كايناش نزار كيحلم واحد الحلم بعيد غادي نمشي لايطاليا وغادي ندير وغادي نفعل وغادي نترك نزار هادشي هادشي اللي كتحلم بلي تبقى الدور 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 في الاخر ترجع عند والديك راه ما كذبش راه والديك هما اللي دايمين لك راه عقل اخي مروان انا غادي نقول هاد الهضره وما على باليش راه غادي تضرب بخير شهر 8 غادي تمشي لايطاليا وغادي تلقى غاتسيفطوا لاكادير عند والديك عقله ما كيتعاود ديك العام ديك العام كنت كدير عليه اللايفات والدعم الخيالي فلا خرج دارت لاحتو صفطاتو عند والديه ناضت الروينه رجع عند الرباط ناضت المشاكل ديريكت الحبس راه نتوما عاقلي بلا ما نضربوا الشمس بالغربه يعني هادشي راه باين اضرب به غير شهر 8 نقولوا نصف شهر 9 وغادي تصيفطو ترونسفير عند والديه وديك الساعات غتمشي لايطاليا وغادي تبقى دير عليه اللايفات السبان والتشرشيم والمعيور غادي دوز الصيف غادي تهبط الاكادير لا ماشي الاكادير غادي تهبط الرباط لتمسنا وغادي تعيط عليه السيناريو يتكرر نزار عزيز عليه هاد الهيت يعني ما نضحكوش على راسنا وهادشي كله راه باين الصرف جمع بيه الصرف لا لاحظتوا بان اللايف كيدار في الكومنت ديالها هي واخا ما كاينش شي دعم نيت وانما هذاك شويه الدعم راه كيجي في الكومنت ديالها هي تصبي غير الصيف راه ما كاين لا ايطاليا لا حتى شي حاجه عقلوا على الهضره اللي غادي نقول لكم ما كاين لا ايطاليا لا حتى شي حاجه كاين موعد شهر 10 وانما السيده ما خدامه ما حتى شي حاجه كيفاش غادي دير كاين شي حوايج اللي انت غادي يكونوا نهار الموعد عقلوا على الهضره اللي غادي نقول لكم بنادم ما عرف حتى وزه بنادم غير كيهضر هي بركه كتكذب عليه بارك عليه بهذيك السكوزه هذيك الهضره ديك الطاليانيه العوجه ونزار كيفراح كيسمع الطالياني كتقولها بواحد الطريقه اللي مشيت ليه هو كيسحب بان راه كتقوي نيت فريق الطاليانيه والثقه وانما حتى شي حاجه ما بعيده شهر 10 راه قريب شهر 10 راه قريب عامين وعامين اخوتي وعامين ما مشاش وكنعرف انا غير دري صاحبي عام مشى لهولندا اللي صعيبه هولندا اللي صعيبه وخاصك تتعلم اللغه وبزاف ومشى نمشي انا ومروان عندك زياره لا ما غاديش تعاود مروان غادي يدير حياته الله يسهل عليه انا غادي ندير حياتي الله يسهل عليا والله يسهل على الجميع وديك الساعه تقول لي غادي تبقى تشطح كيف العاده حيت انت النهار الاول كنت تعرفت عليها في ديسكو في بار ما تعرفتيش عليها في جرده ولا في شي بلاصه نقيه ولا شي بلاصه كلاس لا تعرفت عليها في واحد الديسكو اللي لا علاقه وراه كلشي باين وانت قبل ما تعرف عليها راه كتشطح في اللايفات وجاها ما معاوناش حاجه غادي نقول لي سير اعتبرها كيف ما بغيتي تعتبرها وانما هذا هو واقع مولي يوسف تعرف لي عند مولي يوسف اختي غيتا اللي كيقولوا بان راه فين تعرف عليها تعرف عليها واحد البلاصه اللي ديكولاس راه باين عاود غادي دير لايف غادي تطلع بواحد اللباس لا اخلاقي كيف هذا وغادي تدعم وغاديش تعقل عليه وانا غادي نقول لك من هذا اللايف راني صار قسما بالله العلي العظيم تشد المره الثالثه راه ما غاديش نعقل عليك شريف هذا هو كلام المعقول اللي بغيت يتقبلني مرحبا اللي ما بغاش يتقبل من اللايف الله يسهل عليه
حيت نتاني زار ملي كنتي في الحبس راه انا ومر وليت كرفصنا. مرتك فين كانت؟ كانت في الطاليان ملي كنتي انت خارج وكان راه كتكتش الطياره ديال ريال مير. ما غاديش نقول لكم كتش الطياره الغاليه، ريال مير 100 درهم 3000 ريال غاديه جايه غاديه جايه غاديه جايه، حطنا الرقم القياسي اللي كتقول لكم 40 مليون. اش من 40 مليون تيبارك علينا غير الطياره ريال مير يعني ديال ولاد الشعب، وانما انت كتمشي منا ما تقوليش بان 40 مليون خاسره، ما تضحكش علينا. صافي جلسات في ايطاليا ما عمرها حضرات لي شي زياره الا ملي كانت في المغرب وتشدني زار حضرات الزياره الاولى والزياره الثانيه. علاش دابا وليت كتمشي وتجي كتمشي وتجي؟ حيت نزار كاين، ملي كتشدني زار ما غاديش تعقل عليه. ونزار غادي نقول لك انت ماشي راجل، ملي خرجتي من الحبس لعبتي فيها واحد الدور ديال البطل، الرجل الراجل اللي بحال السباع، انا مرتي ما عندي ندير بيها كتعنف في اللايفات كنت ما احترمتنيش، والله خر دازت واحد الشهر ولا واحد ثلاثه السيمانات رجعتي ليها. يعني انا كنت في بلاصتك كنشوف مرتي كتعنب على ناس وكدير داك الشيء في البريفي بلا ما نهضروا ورا اي فرشه في الاخر راجع عليها بحال طائره 15 ريال مير طائره 15 اوه كاع على غلات غلات. تخيلوا معايا كنحس بان راه هو اللي مزوج بها ماشي نزار، كنحس شاد لها في يديها بحال هكا واش ما غاديش يبقى بك الحال؟ راه انا حسيت بلاصه مروان ومروان راه خاصك تحمد الله وتشكر مروان ملي ما درتيش شي كارثه، كون درتي شي كارثه ولا شي غوينه بحال ديك النهار في الخميسه تعقلتي؟ الحمدلله البيضاء نزار نعاود نقول لكم اللي غادي يقول لك راه حق اخوتو بحال نزار، حنا ما عندنا حتى شي علاقه بنزار، نزار ما عرفتش من شبه، نزار واحد الانسان اللي عديم الشخصيه ماشي راجل، هذا الشيء اللي كنستنتج انا بان نزار لما نشبه عائد تثبيتي راه رجال ما كيبانوش غير انا ومرو خاصنا، وترى عباد الله مرتك انا ممك سير عطيني اتساع الله يسالك انا ممك انت ما ولدي والله حتى قالت لي قالت لي تجي للدار غادي نديكلاري، قالت لي انت تزوجتي ياك انت كتسمى مزوج ياك ساكن في الدار ديال مرتك ايوا عطيني اتصال، قالت لي بحال هكا قالت لي عطيني اتصال بعد مني مروان عرفوا اللي كاين. والله حتى قالت لي وبالسيف وترى الوالده هزت لي بالبال ديال بصح، وانما هذه المره ما تحترمهاش الوالده، قالت لك غادي يجي الاكادير غادي نديكلاري ليك، قالت لك ما بقيت